يا سيدي، السلام عليكم. بلينا أول مرة نتكلم يا سي قيس سعيد، يهديك ربي. بجاه ربي فهمنا فاش قاعد تعمل، فهمنا بالحق، نحبه ونفهمه شنية في مخك يا معلم. البلاد عمالين ماشية وتزيد تغرق، مش هذايا راي للشعب. أنا واحد من الناس مانيش منهم، راه مش هذا الشعب التونسي. أنا في بالي اللي سندوك وكذا ودزوا معاك وبون، وقلنا خلي يختم وكذا، وان شاء الله خويا يطلع فيه الخير على البلاد. بالرسمي شاي سكت المخ، ماكش حاسب الشعب التونسي؟ قالوا ليه جاونا به ومانيش مستحقين حد باش يعاوننا. امور يا معلم، انت جاوك به يا صاحبي، انت جاوك به. شوف الناس ايش قاعده تعاني يا معلم. انا واحد من الناس تاجر تجاره، شني خليتونا باش نخدمه؟ ما خليتونا شيء، كل شيء ممنوع، بون كل شيء ما فماش، كل شيء زيد، كل شيء ما تفهم حد شيء. عندك فئة معينة انت خويا وين الدور يهزوك، تمشي تشوف في ناس معينة، تشوف في الدنيا بخير وجوك أحلى جو. اهبط يا معلم، شوف الناس اش تعاني، اهبط شوف الناس اش تعاني. جني تحكي لنا خرفتم يسيسي وهو من على شنية يا ودي، فاش تحكي يا معلم؟ رانا توانسة يا معلم، من جابوك انت؟ توانسة رانا، واحنا اللي وصلنا روحنا للشي هذا، احنا اللي وصلنا روحنا للشي هذا. واحد يخدم في ستة خدم ربي يعينه خو، ومش خالد. اما معليش، صافي الناس خليها تخدم العباد الكل كي بعضها. تلقى انسان فهمتني موظف عنده خدمة اخرى، حال بروجي يخدم على روحه، علاش ما يتمتعش بيها واحد اخر؟ يحل مشروع اخر، يمشي يخدم، شد ما عنده وظيفة يشد وظيفته. انا واحد من الناس نعرف ناس تخدم في شركة ولا في كذا، يخرج انتريت، يخلص تحت الطاولة، شباب معدي برميت كذا كذا، ما يخدمش. الآخر تلقاه عمره 70 سنة و65 سنة وكذا، يضرب انتريتو رأس الشهر وياخد تحت الطاولة حتى نص شهرية هو بيدو مساعدته. ورؤوسه مويل خويا، ناس لاباس عليها قاعدة تطلع، والشعب اللي لوت عامل ماشي ويغرق وما تفهم حد شيء. بالله خويا اطلع فسر لنا، رانا ما فهمنا شيء. بالرسمي ما فهمنيكش كيفاش تخمم، فهمني شحنا عبارة، فهمتني؟ ما عادش يمكن توانسة اللي طايش رواحهم في البحر، اللي يمشي لك لإيطاليا وفرنسا ما عادش وين، وما هوش في ما عندوش، يمكن ما عندوش لونج، ما يعرفش يحكي، يمكن يفهم البلاد هذيك أكثر ما احنا ندور ومانيش فاهمين بعضنا أصلا. الواحد يحكي معاك ما عادش فيه بالرسمي، ما عادش تفهم شي. سكت الراس يا معلم، شي سكت الراس راه.